الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقائدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. باب كراهية النفس في الشراب. أنا دوامي لسوي امتحاني سفير أسوي وبريه إنا الأفوف شراب قوة إنا أفوف زي واحد صحرا كان دعائي الله من بقية وحدو لي هاي إنا أفوف تلو كرهو لما أفوف عن تلو شراب كراهية النفس أفوف ده كره نوع يلف شراب قوة. أنا بن سعيد الخدري وحال قولي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى ونهي عن النفس في شراب شراب إلا أفوف ونهي. فقال الرجل باوحيري القذات القذات قشل يان أراها أركيا في الإناء ويل يسيري يلي قسم باب إيقاط عاية سحر يلي وحما كجلو سيان بعمل. فقال وحو جهر النبي أهربها بعد إنت الأفوف لها تاس لها ولقها إلى أنه إيقاش ذاك الرعاية أفوف لك أسكا أفوف لك. قال وحو جهر فإني أنو لا أروى مبتر جيو من نفس واحد حال نافع كما درجي ثانية لا شراب كما كان عبا ينا حال قرقرة كليه كما درجي ثانية لا رسول كلا. قال وحي النبو فابني القدح ويلك اتكفه غير إذا هم فيك أبقى يتكفه غير الناسو فاسلها يتكفه بعد الناسو قلنا بعد عبا خدرك حتى الناس مقابط عدنا ويلك اتكفه مركع الناسو تقلنا بعد فاكد إلا عند الدرجي سوا يعني ألا تصدات أول ما عيل يقول لي هذا هو كل ناس اللي هرقوا كل كلية كل درج لو ما لهوا أصلاً ما بلوا أقله رواه الترمذي وهذا كله سوينا هنا كسر بالبعير أقله عبدان تجينا أقله لما مرة وصينا لهوا رواه الترمذي وقالوا في حديث حسن صحيح. وعن ابن عباس وعلي قولي رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى يقول نهي عن أن يتنفس في الإناء ويلك إلا قد حناس أو ينفق فيه إلا أفوف الله ما دون النبي وادي وقالوا احنا سنة وادي إلا أفوفنا وادي لما أفوفونا خاصة ذكوان سواه تبميد باوري وقالوا في الحديث صحيح. باب بيان جواز الشرب قائما يستاقي إنه وعد كرو هنا يسكب النام وبيان أن الأكمل هو الأفضل الشرب قاعد إليه يستاقي وعد كرو يسكب النام لكن سيدا أكمل كو أفضل كو فلي بلن الشرب قاعدا فلي إنا كو عبتوا فيه وعطوسه الحديث كبشة عساد حديث كان سوى مرينيو. فعن ابن عباس رضي الله عنه قال في رسول النبي النبي أول ربي صلى الله عليه وسلم من زمزم عيالك زمزم من كور ربي فشرب هو عبي وهو قائم سوى تالي سوى تالي هو عبي متفق عليه. فعن نواد يعني مرحبا فعن الدوال بن سمرة وعن النزال وعن النزال بن سمرة وحال قولي قال وحي يريد أتى علي علي بايمي رضي الله عنه وعلي بن أبي طالب باب الرحبة ليش الرحبة كوفة الذي يدري أيو يمي وقال بس أي كوفة كنت على ما هذا كعراه وهي فشريبه هو عبي سيد علي قائم نسوه تاري بي يريد إيه كانوا مكان تشكاك قعد وقال وحي يريد سيد علي إني أنا رأيت رسول الله مركز صلى الله عليه وسلم فعلى سبع سمي كما رأيتموني فعل سيدا أن أسمي يعني إستاك أسوان الكعب بيانك رواه البخاري. في علم هو عدين يا وهو أرك ضد دين يو إن إستاك اللي هو عبر لما أقل له حتى الأرك ضد اللي ما بنا إن إستاك اللي هو عبر إن أسمي استو إن أسمي دواجي بيقول معايلي شرعي بعد عدين يساو شرعي بعد عدين مركو بيان الجواز إلى بنان تاعي أبي ما كسيه يلا رواه البخاري. وعن ابن عمر وحال قولي رضي الله عنه قال كنا وحانا إذا كل قوحنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي يعني زمن جيني ما وحونا إني من نبن نبي ونحن أنا ونمشي أنا واسنا سعنا سعنا كل
هذا عنده واحد يروح خفيف وصعد قال لي سرعون كريه سيرة تمرتها قلت يا إيدو اتكسع عنا نسكعوا لي نبي بعد يبانو ملدي ونشربوا ونعبي نبي ونحن قيام اللي هو تاكتاقنا ونعبي اشتاقنا وحكوا عبي نبي واسكبنا انت يدري رواه ترمي وقال في حديث حسن وصحيح فعن عمر بن شعيب وحلقه ولي عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال وحي رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب وسوى عبي قائما سوى تاري استاق سوى حكوا عبي وقاعدا سوى فلي فهذا فلي قلوا أفضل استاقنا وبيان الجواز هنا بنات هاي وضدك وعدنا رواه ترمي وقال في حديث حسن وصحيح وعن أنس وحلقه ولي عن النبي حكوا ولي صلى الله عليه وسلم أنه لها ما بيقول نهي أن يشرب الرجل قف إنه عبء وقائما سوى تاري قال قتادة وحيري فقلنا لأنس ما وحنوني فالأكل استاذ عذاب قعد لنا بزورة قال وحدي ذلك أشر أو أخبط كارا وكثفه هذه عبتان كيلوزي إذا استاذي عنطو إن استاذ اللي وعنا ويبا كثفه تاري فما فني سبب رواه مسلم أي في رواية له وفي رواية له لمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم الزجر وغرى من النهي عن الشرب قائم الاستاذي وحل وعبه سيد أفضل قود ذلك يؤمر يا مرتان وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بيقول لا يشربن أحد لا يشربن يسعبن أحد أحد منكم هذه ذي كمل قائما سيقول تالي فمن نسي أنكيه الماء ويستاذ وحكو عبنا فليستقيها السوام تجيو هذا سقرني إن هذا سيقول عفان إيش السوام تجيو يا أزولي مرحبا ملكا غير هذا ذاته بنان تايبا ان النبي ركوع ابي عليه الصلاه والسلام حديث صحيح يكن من سنن وما يسن ما بين يعني كوا بيان الجواز بالليل والنبي هو عدين ما في ساقه ركوع ابي لكن سوره السنه اكمل كان وهو ان فدي ركوع ابي فدي ان تعب خاصة فضل بن مالك رواه مسلم قال استحباب كون ساق القوم اخره صبح قال استحباب ساق القوم قوم كنك ورابين يو اسد مين اهان فيزا آخرهم صلبا كأوضن بيع بيتنا يا ما يعني وحرم منك ذلك ورابين يقولوا أصوى أوضن بيئنوا اسكب اللعبة ما اسكب اللعبة قلت ذلك كلاو دن وضا ورابي وحوى يصير كذبوا منك عبي حوك خادمك عن أبي قتادة وحالقه ولي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحي نبي ساقي القوم قوم كنك ورابين يأخذ مين أيو آخرهم كان أوضن بيئوا يعني آخرهم صلبا حق عبيتان كسا أوضن قالوا ذلك دل وحوض سي كذب عبي رواه الترمذي وقال في الحديث الحسن صحيح باب جواز الشرب الا عبينا بنان تاي من جميع الاواني ولا شرب ما وحلو عبي كلا ظاهره ولا ظاهره دم وحلو عبي كلا خاصه غير الذهب والفضه ذهب يفل انا هي ولو لا ولا شرب دي لما قال حرام ولي وجواز القرع رقيتان كينو بنايه بيع على رقوه وهو قرع قال هو شيء هنا اشرب عبيتان وي بالفم افكل لعبه من النهر وبغي وغيره وحي لم يد بغير اناء ولا بركد دي ما تقول يا مورتي اما وبغي فانت جلبه دي تبع الافكار نحرو عبالك رقيتان بالله واش كان بنان تايو العب ويل كان نفسي تلعب كذا وويل وين هذا بيجي وكجرا زي باب دي وكذا جاي وين بيجي وكجرا هذا الاب بس كذا شتا واحد ما ها تقول اي افكار هذا دي عمر كو بغير اناء هذا ويل درسني ولا يدن عمهنا كعبي وتحريم استعمال إناء الذهب والفلة ذهب يفلة ويلكوض إلا استعماله في شرب عبتان لا استعماله ولا عبتان لغا سميسته والأكل ولا وحلوعنا لغا سميسته يعني حاراني ماذا لهم يوى طهارة ويل وطهار قاتل هو يسقاطيه في الامن ويل وقل يستيه وسائل وجود استعماله ونبل الله أقل ذهب يفلة إنه وحلو استعماله ونبل الله أقل فرد كراسي الله أقل ويل البان لغا دقني اتخاذ كوضا بالله أقل هذا وحن العب وليه وحرام بقى لليه محانا دو ديريا هذي وحكسروا يعني وإنك صاروا قلبين فقراء باقصوا فقراني وحمد عن هيسلين وما انت وحي كو قليان لأيه يا قلبي قودي جبا يا وحي ليهن إن الدي كراسي يكوفوا بكسر ميسان نقول وحا كو قليان لأيه وكوان لو ديدي العام سيئن لغدك سوالك فهو قال لي وحرام عنا نسو حاليه ولي رضي الله عنه قال حلرت الصلاة وصلاة واسو حادثي فقام وحي استالي من كان لأن على منك عادي وقديمة داري كل جيسو دواء إلى أهل أهل في سواء وقولي يعني مثال كل دواء حافظي كل دواء يدن ويسأل لدون تيدي وبقي قوم مضبع صوهر وإيه قوليه الفقائين فوتي رسول الله بالله كان صلى الله عليه وسلم لنخضب بالله كان والبالله كان بالله ومن حجارة دلح كسم يسا وأباف أهم بقوة رسية واجاك سلا قوين ومن حجارة دلحة فسقران مخضبه مخلب في قوية رالي أن يبسط فيه كفه وقعنك إنه كفره
وهل سأسي وين ما يلي وهل يربوها وأفكي سساء بلاري لكن كعنت النبي بعيد كوا سساء جلي دعمي كوا كلفي فتوضع القوم قوم في وين وين سيسي كلهم دمانتو وهل كي النبي سبي يربى عين ما سجل الله تلا قال كعنت سساء ده جليه بركات الكوا سيسي حي على ظهور المبارك سير واجد ضار والويسيد اللي بركيه وكاله بركات الكوا ده ويسيس قالوا وحي ده جعلت وحن بلد لأنظروا إنا فيرنا إلى الماء البيو ينبع كسو برقان يمين بين أسابعه نبي فريه سدح له فحذرت وحن قوق يا سيبوري وحن قوق حساب من توضع لك ويسيسي ما بين 70 إلى 80 صدوات يسديتا بيقول دحيين برزاتي ويسيسي وعن عبد الله بن زيد وحال قولي رضي الله عنه قال أتانا النبي بأن نبي صلى الله عليه وسلم فأخرجنا وانصوصار إليه النبي ما أنبيا رسو بحنه في طور كجره سحن يرو من صفرنا فتولى هو ويسيسي رواه البخاري الصفر بالذنب السادي ويجوز كسرها وهو النحاس مارتوي وطورنا إناء كالقدح والسلاء واسع وهو بطاء المصنات الآخرية من فوق وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقله وصوغل على رجل من الأنصار ننزل أنصارين والنبي قويوي ومعه صاحب له أبو بكر بلا سعودي صاحب كيف النبي لا سعودي فقال له رسول الله وحيه صلى الله عليه وسلم إن كان عندك ماء فيها طال هي صفائت بريء هذه الليلة أمين كان في سنة سبرار كبري في سبرار كبري هدار هيسو ناكل عن عبندي وبيو دمرك أشونك كبري عن ويقبوي هيسو وإلا هدار هي إن في سبرار كبري كرعنا فيها أنا نركع ناو مال بارق ونبي جوج مرك أوجي ونك أنصاري قال بارت تحت هذا بور فأقول دسنا ونك بارت لجوري بقية تحت دسنا أراد ودسنا سما هذا في قبوا كود حيالان حال سبرار كبري هدار هيسو ناكل وإلا هدار هي نينا كرعنا يكون كان أركو أقول قلايو يعني جلباه دكان هنا نركع نادي ولا كعبين هذول مرك الرقيتان كل نسكة بنهاية وقصصنا يحديد رواه البخاري عشان إنه على قريبة ذكر بثوي يا الوسم وعن خليفة رضي الله عنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم هذا ونقلنا هي عن الحرير حرير حرير إنا نحلله والديباج ديباج كان نوع من الحرير هو والشرب حبيتان من النبي نجرها بفيها هي تدعي والفضة تعب يسدد ولا شو ذنبه وحقو عبنه قال وحي جرهن هو على صوشة وحرير يذهب في الفضة وياه اللهم قال لي بيسمنا في الدنيا أدوية قوة لو بني يكون راح يزني وهي أيضا لكم مديك الدين سنة المؤمنين وفي الآخرة متفق عليه وعن أبي سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في النبي الذي مثل يشرب عبي في آنية ذهب والفضة في آنية ذهب كلة في الظلة ويلاش إذا مثل وحكو عبي إنما يجرجر وحو ككبنا يا قردعسنا يا في بطن علوج في النار جهنم جهنم النار تيضم ككبنا يا متفق عليه وحيلا هو عبتان لقرح يا بيوي وعلى قرح يا بيوي من هذا سميسنا نار توبي يعني كوكو سبب نقل ياو في رواية المسلم إن الذي منك يأكل عني أو يشرب عبي في آنية الفضة وذهب تعب في الله ويشرب وحكو عني وحكو عبي وفي رواية الله ما شرب منك يا عبو في إناء أو من ذهب أو فضتنا فإنما يجدره فوق كبنيا في بدن علوشة النار أو من جهنم أبوك كبنيا نار جهنم أبوك كبنيا أو يري ريسنيا سهزو نيقول هي لما أقلمك وحاران إلا استعماله كتاب اللباس مركب كتابي هي باب استحباب الثوب الابيض مرض عاد اللحده ثم نود الى هذا الرجل يا الجواز الاحمر من الجلود من البنان تاعي والاخضر من عذار من الابكال والاسفر من اسفر كا برام كي وحاسا يا والاسود تنبلو انت لا الا حين كروا عدان تو ونفن بدن يدرك على العاده لكن نوعيها كلا ذلك الله يهودن ولا حدن ترى وجوازي بركة حدشديسة من قدن إلا قسم أيه صوف إيه وكتان باربا كتان كلا إلا دول لاس أم يسكد يجن عنه دول هاي لاس هاي وواحد ركا لقسم أيهم وشعر تميه إلا لقسم أيه بركة تماع لقسم أيه إيه وصوف صوف كيوهي وغيرها غير كيدي للحرير حرير تمويا فهل لو في مبارك لا يسمى يدن والبنان تو من الحرم كلا إلا الحريرة حريرة مبارك رجع الله قال أي مرحبا الحريرة يذهب كبرك وكحاران دور كعيب والله قل يا مرحبا الحريرة يذهب كنو يسيا وقال من كاس وحير لغدا وعلى حريرة على ذكور أمتي ما بين كوة الرجع على حريرة وذهب كنا فرقش كما بيجن كرا
حريتي لما حين قال عن ودرك ولي لكن دور فهو فنان زي لولي. قال الله تعالى إلى يقول يا بني آدم آدم أولادي سيو قد أنزلنا خلقنا وان أورنا عليكم لأجلكم ملينك قرتين لواسا بربع مدين أورنا يولايلي فكاسو يواري لباس كاسو يواري يستر أستري سوآتكم عوربنا أستري عوربك كفر سبيسا وريشا حال ياي زينو أذكو قرحين إيسان وكو حرقون إيسان واللباس التقوى حفصي إلهي برك يدا ذلك لباس التقوى هذا خير وخير فدوا أي بر الله إرتواها هو خير بدا حفصي إلهي هذا هو خير فدوا يعني درك وإنا بلاي حفصي فكو قاعدين دعالي كو قدتو عرقا وكو أسكرتو وهكذا. وقال تعالى إلهي وحيد وجعل لكم إلهي وحيدية لسراب بيلا قميسي أيو إدية قميسي آية تقيكم إذن كإلى لميس الحر كليتي إيا والبرد باب الاكتفاء لها كليتا هم ألوكا فتومي قبوك إنا وإلى لمي يا جدرك اللي حرمي كليتا يقبوك الله وعلى يبسلا وسرابين أبو إله إدية لعب البرادية وي تقيكم إذن كإلى لميس بأسكم وقت بأسكم بإذن على لميس آية حربنا وقت جدا فأدرك أن يعني دوائك الله يحرمي عب البرادية اللي إلانيه waranka iyo damuunka iyo waxa lagu soo tuurayo dad buu ka dalfinayaa wadalada wadalada loo gasho. وعن عباس وحال نوري رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحي النبي البسوا حدة من ثيابكم بركي حالكم يا البياض مثل عكسها فإما عيون من خير ثيابكم بركي ندر وخير بلوي وتكفنوا ثياب موتاكم بركي ندر زين كفر بركة على عكسك فرح وبرك الله حيث محاوفا لبنان كان على عبد ملك لكوكا فينا مثل عدو فأفضل فعلا يوحى قصد ملك الله الأخير الجري وعلوه كفاني كلاه وكفنك وقوة انتحي إذا لكن أبيض كأياء أحسن وما فضل فنان سمع إلا هو أيب المية رواه أبو داود باوري وترمذي وقال يحيي لحديث حسن صحيح. وعن كبرة وحال بيوري رضي الله عنه قال قال رسول الله يحيي صلى الله عليه وسلم البس البياضة مرك حيث يعني عدعده عن حرته فإنها أيضه أظهر أيضها ونالسن وأذيب أيضها ونالسن مرك أيضه كرا يوكر وقرح بغير وزينه ومرك على العدو وكفن فيها موتاكم كلنا بنتين كفنا ومرك عد يعني قليه رواه النساء باوري والحاكم وقال يحيي الحديث صحيح. وعن البراء وحلبه ابن عازم رضي الله عنه قال كان رسول الله يقوى صلى الله عليه وسلم مربوعا نبي بحدحات بوها من الدارين من الجابنين حتى إطالك نبي بحدحات بوها. وقد رأيت وانا ركي في حلة استجوك أسوه قوايا مركي بول حمراء وقدودة ما رأيت ما رأيت شيئا شيئا قد دولي يحسن كقرح سيئا منه نبي كقرح سيئا لبس كاوة آية سوى اسكسوا تعالى يعني لبس قرح بدل وقدودة ما نركي وانا كذلك قدودنا إلا حدن كانوا يعني خصوصنا يا حديث متفق عليه. وعن ابي جحيفة رضي الله عنه وهب بن عبد الله رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم نبي أرك بمكة مكاء ينكو أرك وهو النبي بالأبضح ليس أبضح ليلة ويجوي أما المكة كرك إذا أبضح بمان كبكة كرك ليلة وهو بالأبضح مكانك أبضح ليلة وكسرنا في قبة بكجري فيندع وإلو أتوسرنا حمراء وجدودا من أدم من أدم إذين لقسم يوى مجد يعني مجد لما قديه مركي عارف لما قديه أيها يعني مركا تأنت الله قسم بين إساءة الله هبايا سيدي قرية تأنت الله سكول الله بي مركا سفر كالله قادة ما يأيها لك سمع استاوى عارف يكا سمع جنو لما قديه الله قرية آي يقوبة تأنت أيو كجنة وقنبر الله وسبنا لحمر أو قدن من أدن يدين لك سمع يوه فقرج بلال بلال باسوا بحي بوضوئه مغد بيه وكوه سقال الله أبو سوق هذا آي آي ومنا ضحل ومنا إله ومنا ضحل ومنا إله تقديم يتأخير بحديث كسوانه فتوضع رسول الله رسولك إلهي هو يسيستي بيه هو يسيستي فمنا ضحل فمنا وحا نجمدها ناضحل بيها من اسكو فرفرية ويسيني باقي يتنالي أمك ويسيني سكسو هارتي ومنا إله مدياري وعنجمدها
oo yani qadiyatu wuduu'ihi waa lagu dagaali jiray, waa lagu kala hormari jiray, waxay weyisadiina ka soo hartay nabiga ayaa marka lagu dirinayaayo qof isku suba iyo qof ka bada iyo yaa marka dadkii u kala go-ayaa wey qofka xataa ay ka dhammaadaan qofkaa kale wuxuu is marmariyo qiyaankiisa buu ka soo tiranaya warkaasa isaguna isku tiray faminaa ilin waminaa dixin waminaa ilin tusidaa wey waxaa naga mida naailin mid biyihii gaaray oo wax ka helay waminaadixin baa naga mid isku firfirdiyey wax isku sayray wax yar ka helay fakharaja nabiyu waa soo baxay sala allahu calayhi wasalam wa calayhi dushiisana xullatun xamraa isku joog yani guduudan buu qabay wey waa go iyo macawis baaada isku jooga looga jeeda waqtigaa hore la xirin jiray une buraarada iyo saarada iyo waxsaasa ma badnayne yani go iyo yani hoosgunti iyo mid kore waaye labadaba gudguduudan ayuu markaa nabigu qabay kaanii waaba anigoo aan dur fiirinayo buu yihi ilaa bayaadi saaqayhi labadiisa dhudhul cadaantooda maraduu kor u yala qaato uu xanjeertay markaasa waxaan arkayaaba dudhumihiisa guduudkooda nabiga halkaa ka arkay xaya cala salaad xaya cala alfalaax markaasuu midig iyo bidix buu marba sidaa u milicsanayaa markuu yani adimaya xaya calateynka markuu wadaba waa sunnadi xaya cala salaa markaa leedahay inaad midigta jaleclo wey xaya cala alfalaaxna inaad bidixda milicsato wey waa sunna marxaba marka hadda markii la milicsanaya nafteeda waxa weye dhabanka keliya unbaa la leexinayaa baa laleey oo maalinku waxaa rabaa inuu dhabanka keliya sidaa u dadbo dhaban keliya inuu sidaa yidhahdaan rabaa inuu laabta leexiyo maaha asagu intuu isaga sii jeeday saas waxay dunya arkaysaa asagoo asaga dhama xag buu jeesanay xaya cala salaad xaya cala alfalaax buu leeyay maaha sidaa sunnada xaya cala salaad baad leedahay yani dhabanka bas unbaad leexini shanna waa saasoo kale e adiga dambe jeesanaysiba waa saa markay kutubaha fuqiga tilmaamayaan saasay ku tilmaamay fajacaltu waxaan guda galaa tatabacuna raacraacayo faahu afkiisa haahuna wahaahuna yaquulu yushiiru wuu ishaarayaa yamiinan iyo washimaalan xaya cala salaad midigtii buu ku ishaaray xaya cala alfalaaxna bidixna u jeesanaya uma rukizad waa loo taagay nabi waa la mudayo lahu nabiga canazatun ul taki oo horta madaxa hore bir ku leh canazada waxaa leh usha gaabane madaxa hore birta kulaa layidhaa yaa markaa hortiisa maal baa loogu mudayo sutru ka dhiganaya fataqadamu nabigu waa hormaray oo fasallaa wuu tukaday yamuru xaalu maraya dayna iyo day hortiisa alkalbu eygii iyo walximaaru dameerkii yaa maraya laa yumnacu lamana reebayo lamana reebay oo waraaca sutra haddii layska maro wax dhiba male mar haddaa sutra samaysato sutrada dhinaceeda xaggaa wixii mara salaada waxba uma dhiba waxba uma dhibaayo salaada laakiin haddaad galaa sutra tahay waa laga fiicanya salaada wixii hormar maraya ruxoogaa ajirkeedii buu kaa nusqaaminaya marxaba riwaayada asqaar waxaa kusoo aroortay yacni eyga iyo ximaarka iyo mar-ada naagtaba salaada way goynayaan hadday soo hormaraan way goynayaan ajirkay nusqaaminayaan inbaa looga jeedaa salaada ma burinayaan marka laakiin hadduu sutro qofka samaysto oo meel uu tiir ama derbi uu ku quman yahay wixii dhinacaas ka maro shisho ka maro waxaaba uma dhibaayo salaada mutafaqun calayhi alcanazatu bifadxi nuuni naxwu kaazati wey taasa xukaasada leyi waa usha yara eebada wey usha gaabada horada birta ku leh hore inaan kasoo gudnayn oo madaxa hore aan bakoorada ku lahayn dhinaca hore caadi bay iska tahay oo horisna bir bay ku leeda ka taaga ushaawey taasaa sunnaha laleeyay in la qaato waa bakoorada midda ayadoo takeda canajada taasaa sunnaha umrada way qaadan jireen ninka madaxa wa can abi rismata waxaa laga wariyey rifaacata ataymiyi radi allahu canhu qaal ra-iitu rasuulullahi baan arkay buu sala allahu calayhi wasalam wa calayhi sawbaani akhdara laba maro oo cagaaran buu nabigu qabay qurux badan rawaahu abu daawuud iyo tirmidi biisnaadin saxiix can jaabir waxaa laga wariyay radia allahu canhu ana rasuulullahi sal allahu alayhi wasalam dakala yowma fadxi makka dakala wuu soo galay nabigu yowma fadxi makka maka maalinkii la furtay yaayahay ayuu maka soo galay wa calayhi cimaamatu sawja cimaamad madow buu nabigu ku duubnaa cimaamad madow ayuu ku duubnaa rawaahu muslim
فعن ابي سعيد وحا لغا وريا عمر بن قريث رضي الله عنه قال كاني وظانبو انظروا ايدي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه دفي سن عمامه سوداء عمام مذوبنا يقدمنا قد ارخى حال الرارعي برفها في جنب بين كتفي لغايه ربحه الرارعي هذا عمامه مركع الدوبته فعلى دين الينا ضربت الضمهات على الرارعي سعدها الليله عدمها الأول دين الكتفين لما نضرب نحن وبقات نقود يدين ميسو وحوين كده ميسو وحير يعني أنف الله هنا كده ميسو ولا أبع للأك هنا إلى أربعة أسابعة إيه تسي دير بخلاء كتابه كل شهر فأسع الله هنا ترى دحي وفرع العيني سوا ضربت إلى العذبة قد أرخى حال فارجي ضربها ضربت إلى بين الكتفين لولا ترى دحي وفرع رواه المسلم وفي رواية له للمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خدم الناس فكي وخطبه أغريه وعليه دشي كان عمامة سوداء إمام المنوب لا يقدمناه أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.